بمناسبة مباراة الأهلي والوداد، معانا عبر زوم بجمعة قصاب لاعب الوداد المغربي السابق. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير جمهور المصري، وصباح الخير مشاهدي الأولى المصرية، ومرحبا بكم عندي. نتشرف بيك جدا، رأيك بالتأكيد مهم جدا في هذه المواجهة الكبيرة التي ستجمع نادي الوداد بالنادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي بإذن الله، رأيك في هذه المواجهة وهذا التنافس الكبير المعتاد بين النادي الأهلي ونادي الوداد؟ والله صراحة لقاء شيق، غيكون شيق إن شاء الله، اللي غيجمع بين الشقيقين بالنسبة للدول، لا المصري ولا المغربي. فالفريقين عريقين اللي هما الأهلي والوداد، اللي كتربطهم واحد الحاجة مشتركة وهو اللون الأحمر. مرحبا بفريق الأهلي في مدينة الدار البيضاء، ومرحبا بالجمهور الأهلي. إن شاء الله غيكونوا على الرحب والسعادة، وغيكون واحد استقبال لهم، باش إن شاء الله يكون واحد طبق كروي رائع إن شاء الله، كما يتمناه جميع الأفارقة وكما يتمناه المسؤولين على الكرة المغربية إن شاء الله، اللي غيحتضنوا هذا العرس الكروي الكبير. النادي الأهلي أكد في أكثر من بيان عن العلاقة الجيدة بنادي الوداد والشعب المغربي والجماهير المغربية في لفتة جيدة من النادي الأهلي، رغم الاعتراضات وقتها عن على ملعب المباراة وما اتخذوا كاف من استضافة المغرب لهذه المواجهة، ولكن الأهلي يؤكد في كل مرة عمق العلاقة الكبير والرائع مع الجماهير المغربية. رأيك إيه؟ ومن طبيعة الحال، لأن كما كيعلم الجميع، فماشي أول مرة فريق الأهلي غادي يحل بالدار البيضاء، وماشي أول مرة غادي يلتقي مع فرق مغربية، وخصوصا فريق الوداد البيضاوي. وكذلك الشأن الفريق الوداد ولا الفرق المغربية ملي كتمشي لمصر، فكيكون واحد اللقاء اللي هو كيكون تنافسي على أرضية الملعب. أما الحيثيات الأخرى فكيكون واحد انسجام، واحد الترحاب بين جمهور الفريقين، وان شاء الله هادشي اللي غيكون. وفريق الاهلي الموسم الماضي فهو لعب النهايه في مدينه الدار البيضاء، وكان الاستقبال ديالو بكل ترحاب من المسؤولين ومن اللاعبين، وتوفرت لي جميع الظروف، وهو كان فرحان وتوج باللقب ومشى ناشط، والظروف كانت مواتيه، وان شاء الله غادي هذا الموسم كذلك غادي يكون كذلك نفس النهج، وغادي يكون استقبال حار، رغم انه داك الشيء اللي سبق لهذه المقابله اللي هذه تقريبا شي 20 يوم، وكل كيتحدث على انه فريق الوداد عنده امتياز انه غادي يستقبل. ففريق الوداد الان مركز على اللقاء، وناسي داك نسى وتناسى كل ما قيل حول هذا اللقاء اللي غادي يتجمع في مدينه الدار البيضاء. صراحه فريق الوداد غادي يكون مؤازر بالجمهور ديالو، ولكن حنا عارفين بان حتى فريق الاهلي عنده واحد النسبه ديال نفس النسبه مع الجمهور ديال فريق الوداد. وكما صرتي دابا بان فريق المسؤولين ديال فريق الاهلي ضمنوا واحد الامتيازات كبيره باش يكون واحد عدد تنقل ديال عدد كبير ديال الجمهور فريق الاهلي، وكما قلت لك ان شاء الله بحضور هذه الجماهير بجوج، اللي غيكون ان شاء الله ملعب مملوء عن اخره، وغيكون هناك احتفاليه كبيره وان شاء الله في المدرجات، وغادي نشوفوا كذلك احتفاليه واداء رائع في ظل اللاعبين اللي كيتوفروا عليهم الفريقين. غادي يكون طبق كروي جميل ان شاء الله، اللي غنسوقوه للكره العالميه، لان كما كيعلم الجميع يكون واحد التتبع كبير لهذا اللقاء. وان شاء الله كما قلت لك غيكون احتفاليه في المدرجات، وغتكون احتفاليه في الملعب، واللي هو اجدر باش يفوز بهذا اللقب هو اللي غادي يفوز به في اخر المطاف، وغتكون روح رياضيه، وغادي نهنئوا الفريق الفائز ونقولوا هذا راك الفريق اللي ما تمكنش باش يحقق هذا اللقب. طيب فنيا الوداد هل يعاني من اي غيابات اي اصابات؟ تحدث المدير الفني عن غيابات عده في صفوف الوداد، هل ترى ان غيابات الوداد في هذه المواجهه ستكون مؤثره؟
والله صراحة المدرب ديال الفريق اللي خلق واحد الانسجام كبير. كان عندنا واحد التخوف خصوصا في انتقالات الشتوية بأن الفريق كان محروم من الانتدابات، كان عندنا تخوف بأنه غادي يكون العناصر محدودة وما غتكونش ما غتمشيش واحد المدى بعيد في هذه المنافسة ولا في منافسات أخرى، ولكن بالمجهودات ديال المدرب والمجهودات ديال اللاعبين فالكل كان فيما كيبغي شي لاعب ولا كيكون شي غياب فكيلقى لاعب اخر اللي في المستوى وكيحقق المبتغى ديالو، والشيء اللي خلى ان الفريق يوصل للنهايه. وشفتوا انه الطريقه كيفاش كيلعب وكيفاش حقق انتصارات خصوصا خارج الميدان على فرق قويه اللي كانت مرشحه، والان بقات لي خطوه اخيره هي النهائي ان شاء الله اللي غادي يجري ضد فريق الاهلي. فبالنسبه للغيابات كنظن ما كاينش غيابات الا كما كيعلم الجميع هو الغياب ديال مؤيد اللافي اللي كما كيعلم الجميع انه انتهى الموسم ليه لانه اجرى عمليه جراحيه، اما الباقي فكنظن انه الكل كيسارع باش ياهل العناصر كامله تكون جاهزه. ولحد الان كنظن ان الشك الوحيد اللي كاين هو لاعب مترجي اللي هذه تقريبا 15 يوم اللي كيعاني من واحد الاصابه، وكنظن انه غادي بالمجهودات ديال الطاقم الطبي ولا المسؤولين على الفريق غادي يكون ان شاء الله جاهز ان شاء الله 100% في يوم الاثنين ان شاء الله 30 شهر 5 ان شاء الله. بجمعة قصاب لاعب الوداد المغربي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.